يا سعادة البيه، ده انا ابن ناس برضو. انا ابن عبد العظيم مخلوف، من كبارات تجار الخردة في الوكالة. معقول اعمل كده؟ لا احنا جدعان برضو. ده انا اللي 100 بت مش يبوسوا جزمتي، لا يبوسوا عجلة عربيتي. اعمل كده برضو. قول كنتم فين ليلة الحادثة؟ كنا سهرانين مع بعض. والمعلوماتك حسن كوبا والدرابوكس عيال نضاف، اسأل عنهم، دول بياكلوها بعرق جبينهم. حسن يا كوبا، بتشتغل ايه؟ بشتغل على تاكسي بتاع ابوه وبنتاجر. في اليوم ده كنت مريح وسهرتم مع بعض وعرفناه. فين؟ اسكت انت، ما تتكلمش. مدير المحطة موجود؟ ايوه، دقيقة واحدة هندهولك. طيب متشكر. أنا بقول هو اللي اتصل، عرف إن الشنطة اتاخدت وشاف البضاعة في السوق، فرجع زي الكلب. عاوز يبوس الايادي لكن انكسف، ما قدرش، قفل. بقول لك ايه، سيبك، النهارده عرفت واد تلميذ في ثانوي ابن ناس كان بيمول في المحطه، لقيته يجي منه غاوي بقى، وانت عارف تلاميذ المدارس وتلاميذ الجامعه. استنى، تعال. ايه دي؟
هدية هتعجبك من واحد بيحب. مين اللي اداك دي يالا؟ واحد في عربية ومشي. خد. الو، تصدق شفت عمل ايه؟ يا زول يا زول، بعت لي هدية عربون المحبة، عاوز يحنن قلبنا عليه. ده نظام عيال والله. اسمع، انا مروح البيت شوية وحفوت عليك بعدين. سلام. معقول يبوظ؟ احنا لسه مكلمينه. حاول تاني. وان ما عرفتش اتصل بالمستشفى جايز راح لها. ايوه يا حسن يا كوب، اهو كده الصراحه حلوه. كنتم في الهرم فين؟ في كازم. اسمه ايه؟ لازم. طبعا لازم، اصل ما عدناش كتير ومشينا. مش مهم الاسم يا سيدي، حد يشهد على كده؟ لا. طب رحتم فين بعد كده؟ يا حسن يا كبه ما تلعبش بيا، ده احنا اللي خلينا السمك يشر عرق، انما انا هطلع عينيك للصبح وشرق. ايه؟ حاجة تانية؟ عبوة نسفة يعني مش أنبوبة. بعتوا سلاح المهندسين؟ خبير المفرقعات زمانه جاي يا فندم. لما قلت لستك إن في سر ورموت الاتنين كان معايا حق، دلوقتي بقوا ثلاثة والرابع أنا خايف يكون في السكة. وهتعملوا إيه؟ هنحقق ونبلغكم أول بأول. رايح فين يا استاذ احمد؟ ممنوع. ارجوكي. مش ممكن ده. دقيقتين بس اقعد معاها لوحدنا. طب من غير ما تصحيها. حاضر. حبيبتي اوعى تكوني زعلتي مني ساعة ما جريت على البلكونة وافتكرت انك رميتي نفسك. مش عارف ازاي انا فكرت التفكير المجنون ده. صدقيني سامحيني نادى، كلميني
لسه زعلانة؟ طب أنا هقولك على حاجة اثبتلك صدقي. أنا عملت اللي محدش قدر يعمله قبلي. أنت أمتلك من اللي عمله معك كده. دفعتهم التمن غالي. عمرهم. موتتهم. ندى، أنا محتاج لك. طيب بلاش تغفري لي. بكرة الأيام هتصلح اللي اتكسر. لكن دلوقتي في واحد رابع خايف يكون مظلوم. كانوا ثلاثة ولا أربعة يا ندى؟ جاوبيني. أنا ما شفتش غير ثلاثة بس. كانوا ثلاثة ولا أربعة؟ أنت عارفة ده معناه إيه؟ كده برضه يا أستاذ أحمد. يعني خلاص متفقين ما تتكلموش؟ بلاش تتكلموا. هو وزة مش هيتعرف على اي واحد منكم؟ بلاش. لسه تقرير الطبيب الشرعي مش هيلاقي ولو شعره من شعرها في العربيه. خبير البصمات مش هيطلع صباع ولا صباعين من صوابعها. معلمين على الفرش. ما افتكرش تكونوا غسلتوا الفرش. ها؟ مفيش داعي يا فندم قبل ما تاخد تصريح. مش هستنى التصريح يجيلي بعد ما تكون ريحته طلعت. وانت خلاص اتاكدت؟ طب راح فين؟ تليفون بيرن على الفاضي. مستشفى مفيش، اهلها مفيش. هو معقول يسافر لاخوه يسيبها؟ اي واحد مطرحه ممكن يعمل اي حاجه. كسروا الباب. مفيش حد؟ في واحده ناقصه اكيد، ولا يبقى عندي عمى الوان. تقصد ايه؟ راكب واحده وليه؟ مستحيل. دلوقتي بس فهمت. مش معقول، حاجه تجنن. اطلع على القبه. حاضر. طلعت ايه؟ هي ايه؟ العبوة. قنبلة. فين التقرير؟ عندهم. لسه يا دوب عارف دلوقتي بالتليفون. وما كلمتنيش ليه؟ على مالك شوية وانا لسه لحقت. دول بيقولوا انهم بيحللوا الشظايا وهيبعتوا صورة للمباحث الجنائية. وعرفت منين انها كانت مدهونة؟ لأننا عرفنا جت منين. منين؟ ما تقلقش. كل حاجة هتجيلك مكتوبة رسمي. رحت اودي البيضات الغسيل، رجعت لقيته معاه. ايه؟ لقيته عاوز يصحيها. يصحيها ليه؟ ما سمعتوش اللي هو بيقول لها كلمة كانوا ثلاثة ولا أربعة، وطبعا هي مش دريانة. ها؟ دخلت عليه وخرجته. وراح فين؟ مشي من بدري. كلم يوسف قول له ما يفارقش بيت الواد بتاع البوتيك، هيقتله هو الآخر. يقتل مين؟ هيجي لك واحد أرجوك تسمح له ياخد بصمتها عشان نضيعها. بصمة مين؟ بصمة مراته. لما حد يرد انا هاني. فين كرم؟ امبارح قال انه جاي لي وما جاش. احنا بطلنا بيع النهارده. يلا مش عايز اسئله. ما تعرفيش تبصيلي كده. انت حيوان انت. اطلعي من ورا الريون. يلا يلا. وانت كمان
يلا روح انت كمان. انت مين؟ بوليس؟ لا لا مش باين عليك بوليس. طب عاوز من ايه؟ تكنش انت بالبتاع بالبتاع لما اتكرم. طب ليه؟ انا ما عملتش حاجه. دلوقتي هتفهم ليه وهتروح لاصحابك لو كنت منهم. انتوا مش كتمتوا نفسها بمنديل برضه؟ قدامك دقيقه واحده هتقول ان كنت معاهم ولا لا، وان ما قلتش حملة بطنك بدول. انا لسه واصل يا فندم، لقيت الباب مقفول ومعلوش قفل. هموتك وانا شاكك، لكن انت السبب. حطوا في ايديك كلبشات. اللي كانت في العربية الإبهام، ودي أختها. شكر. أنا بقى مش زي النقيب محمود. النقيب محمود طيب وماشي بالأصول، والأصول بتقول ما دام لقينا الدليل وأنتم مش عاوزين تعترفوا نودي بقى كل حاجة النيابة، والنيابة تتصرف بمعرفتها. لكن أنا بقى بصراحة ما أحبش كده، أنا أحب أطبخ وأودي كل حاجة جاهزة أكلة كده. وكيل النيابة يحب ياكل صوابعه وراها. اتكلمنا يبقى يا دار ما دخلك شر، اتكلمناش عاديكم بقى. افتح المحضر. وقد سألنا سمير عبد العظيم مخلوف ما قولك فيما تبين من وجود بصمة الأصبع الإبهام اليمنى للسيدة ندى جمال الدين على المقعد الخلفي لسيارتك. أجاب: معلم عبد العظيم مخلوف تاجر الخردة ابو الواد.
ضربته الانفاس التمام، طلعته بالعربية، عجبكوا الفيلم، لمحتوها وانتوا داخلين وهو معاها. بصراحة كانت حلوة قوي. خلص الفيلم. الواد حسن كوبا في حتة في الفيلم فيها بنت بتتخطف، قال يا حبيبي اهي البنت اللي شفناها برة هي الأخرى عايزة الخطف. وبعدين لقيناها في وشنا. الواد حسن كوبا مقدرش يلم نفسه، قعد يقول قشطة يا جدع، جنينا كلنا، ضربوكس صمم نمشي وراهم يملى عينه منها. لغاية كده وانت مالكش دعوة. ماشي. وبعدين بعد شوية لما دخلوا الشارع الضلمة، الواد حسن كوبا قال بنت دي مولعة، مش مراته، دي واحدة صيدة. في الأول ما كانتش داخلة دماغي، لكن بصراحة لما ابتدوا يجروا ورا بعض ابتديت أصدق. أصل الست من دول هتجروا ورا جوزها ليه؟ ما عندهم البيت يجروا فيه زي ما هم عايزين. الولد ضربوكس طاقت في دماغه وقال بصراحة أنا مستخسرها فيه، ده باين عليه جدع خيخة. حسن كوبا كمل وقال تيجي ناكلها منه. الكلام ده قبل ما يجروا ولا بعده؟ لا قبليه. وأوام أوام لقناهم بتسفقوا هنا لآخر الممر. طيب يلا. لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة أنت، يلا. ضربوكس راح ساحب مفتاح إنجليزي من العربية وقال أنا هروح ألف أدخل ممر من الناحية التانية، وأول ما هيوصل هسحبه على جوه وهبده هبطة صغيرة على قده. بقى ده كلام؟ تكونوا انتوا دخلتوا عليها وتكمموها بمنديل عشان ما تصرخش. استعجلت يا احمد قوي، بس انا عمري بحاول. يا ريتني سألت عليك النهارده.